السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل النهاردة إن شاء الله باقي الميثود اوف شيست بي تي. معاكم حضرتنا النهاردة هنعرف الـ definition of the postural drainage, the indication and contraindication, the different position, the definition of percussion and vibration and shaking, effective cuff, definition of stretching exercise and its type. في محاضرتنا اللي فاتت كنا ابتدينا في البي تي شيفت موداليتيز واتكلمنا على البريذنج اكسرسايز والانديكيشن والكونترا انديكيشن والديفايسز اللي انا ممكن استخدمها مع البريذنج اكسرسايز عشان خاطر اعمل سترينثنج للريسبيراتوري ماسل او ان انا اريموف السكريشن. تمام, واتكلمنا عن الجزء النظري بتاعها وقلنا العمل بتاعها في السكيشن. نفس الفكره النهارده, في جزء نظري والجزء العملي هناخده في السكشن باذن الله. هنتكلم النهارده ان شاء الله على البوسترال درينج. يعني ايه بوسترال درينج؟ هو عباره عن تكنيك بستخدمه عشان اموبلايز لارج اماونت اوف سكريشن ان بيبول ويز ريسبيراتوري كونديشن. انا بستخدمه بتاثير الايفكت اوف الجرافيتي, عن الايفكت اوف الجرافيتي ان هي تعمل لي درينج للسكريشن من اللارج ديستال اير واي للسنترال اير واي, بحيث ان انا اعرف اشيلها بالهاف والكاف. فبالتالي لازم ابقى عارفه السيجمنت اللي انا هعمل له الدرينج ده, بحيث ان انا احطه في فيرتيكال بوزيشن على الجرافيتي, علشان الجرافيتي تديني الفولست افكت بتاعها. بمعنى انا لو معايا ازازه كاتشب وعايزه اطلع الكاتشب منها, بعمل ايه؟ بروح قلباها, بخلي الفتحه بتاعتها لتحت او بق الازازه لتحت وخبط عليها. تمام, القلبه بتاعت ازازه الكاتشب دي بقها لتحت, انا كده خليتها فيرتيكال على الجرافيتي بحيث ان انا اطلع اكبر كميه ممكنه من الكاتشب. التخبيط على الازازه ده هناخده قدام ان شاء الله. تمام, يبقى انا كده هشوف كل سيجمنت البوزيشن بتاعه ايه, بحيث ان انا اخليه فيرتيكال على الجراوند او اخليه فيرتيكال على الجرافيتي, بحيث ان هي تطلع لي كل السكريشن اللي موجوده جواه. وبالتالي انا لازم ابقى عارفه ان اللونج لوب بتاع الرايت لونج بتتكون من 3 لوبس والليفت لونج بتتكون من 2 لوبس. والرايت لونج بالنسبه للابر لوب بيتكون من ابيكال وبوستيريور وانتيريور سيجمنت, الميدل لوب بيتكون من لاترال وميديال سيجمنت, اللور لوب بيتكون من لاترال وبوستيريور وانتيريور وميديال وابيكال لور. بالنسبه للليفت لونج بتتكون من ابر لوب اللي فيه ابيكال وانتيريور وبوستيريور سيجمنت وفي superior والinferior lingula. اللور لوب في ابيكال وانتيريور وبوستيريور ولاترال بيزل. ولو خدنا بالنا ان اللور لوب اوف الليفت لونج ما فيهاش ميديال سيجمنت, عشان ناخدها ان شاء الله قدام في العمل. طيب ايه هي الانديكيشن بتاعه البوسترال درينج؟ انا بستخدمه في حاجتين, لا اما عشان ابريفنت الاكيوميليشن اوف السكريشن في البيشنت اللي بيبقوا ات ريسك ان هم يحصل لهم بالمونري كومبليكيشن. زي مين؟ زي البيشنت اللي هيبقوا برولونجد بيد ريست, زي البيشنت اللي عندهم زياده في السكريشن او البرودكشن سكريشن والفيسكوستي اوف الميوكس, زي البيشنت اللي داخلين يعملوا جنرال انستيزيا, زي البيشنت اللي عندهم بينفول انسيجن فبالتالي عامله لي ريستريكشن للديب بريذنج والكافينج, البيشنت اللي على فنتليتور بس لازم يكون ستيبل انف عشان خاطر يتوليريت التريتمنت بتاعتي. تاني حاجة انا كده عملت prevention. طب تاني حاجة, لا انا هريموف السكريشن اللي حصل لها accumulation اصلا, زي في حالات الاكيوت والكرونيك لونج ديزيز, زي في حالات الالدر اللي بيبول, زي في حالات البيشنت اللي متوصلين بارتفيشال ايرويز. طيب ايه هي الكونترا انديكيشن اوف البوسترال درينج؟ لو البيشنت ده عنده سيفير هيموفيسز, لو البيشنت عنده هيماتيميسز, لو البيشنت عنده ابستاكسز ريسنت نيورو سيرجري او انكريز في الانترا كرينيال بريشر, او عنده كارديو فاسكولار انستابيليتي زي مثلا عنده مايكارديال انفاركشن او انستابل انجينا, لو عنده انتريتد اكيوت كونديشن اوف اللنج زي مثلا بالمونري اديما, كونجستيف هارت فيلير, لارج بلورال افيوجن, عنده بالمونري امبوليزم. في الحاله دي او في الحالات اللي ما ينفعش استخدم فيها الكلاسيكال او الكلاسيكال بوسترال درينج, بستخدم حاجه اسمها موديفايد بوسترال درينج. تمام, ده انا بستخدمه مع البيشنت اللي ما ينفعش ان هم يناموا فلات, او ان هم ما ينفعش ان هم يعملوا لي تيلتنج داون بالهيد بتاعته. خلاص, يبقى الموديفايد بوسترال درينج ده انا بستخدمه مع البيشنت اللي ما ينفعش ان انا انيمهم فلات كومبليتلي فلات, هيحصل لهم ديزنيا, او البيشنت اللي ما ينفعش ان انا انزل راسهم لتحت زي البيشنت اللي عندهم زياده في الانتركرينيال بريشر. لو انا عملت له
الهيد داون هيزود الانتركرينيال بريشر، فبستخدم حاجه اسمها موديفايد بوزيشنز او موديفايد بوتشر درينج، وهناخد البوزيشنز بتوعه في السكشن. طيب البريبريشن بتاعت البوسترال درينج هعمل ايه لما اجي احط البيشنت في البوزيشن بتاعي؟ اول حاجه لازم احدد السيجمنت، يعني انا لازم اعرف ايه السيجمنت اللي فيه السكريشن او السبيوتم عشان احدد البوزيشن اللي احط في البيشنت. طب احدد السيجمنت ازاي؟ عن طريق الايفالويشن، هعمل اوسكالتيشن، هعمل بيركشن زي ما خدنا في الشيت، وهاكد ان انا وصلت له بالاكس راي. تمام. تاني حاجه هشرح التريتمنت بتاعتي، التريتمنت بروسيجرز للبيشنت، وهقول للبيشنت البينفيت بتاعتها ايه. تالت حاجه هحدد الفريكوانسي بتاعت البوزيشننج بتاعي، في الغالب بيكونوا من مرتين لثلاث مرات في اليوم على حسب السيفيريتي بتاعت الديزيز. طيب الوقت بتاعها لا اما بيبقى في ايرلي مورنينج على اساس ان انا بشيل السكريشن اللي حصل لها اكيوميليشن ديورنج النايت، وكمان بستخدمه ايرلي ايفنينج قبل ما البيشنت ينام عشان ينام وهو كومفورتبل، ما يبقاش فيه مثلا سليب ابنيا او حاجه، وبستخدمه لاما قبل الميل او بعد الميل بساعتين، والبيشنت ما بيكونش لابس تايت كلوز. تمام. وممكن هستخدم بروكودايليتور او نوبلايزر، او ان انا اخلي البيشنت يشرب حاجه سخنه قبل البوزيشننج بتاعي على اساس ان انا اعمل لوزنج للسكريشن وتخرج معايا بسهوله. هحط البيشنت في البوزيشن قد ايه؟ في كل بوزيشن بحطه من 5 تو 10 مينت. لو انا هستخدم اكتر من بوزيشن التوتال تايم بتاع السيشن بتاعتي بيكون من 30 ل 40 مينت، ما زودش عن كده لان البوزيشننج ده بيبقى فاتيجنج بالنسبه للبيشنت. تخيل نفسك كده مثلا نايم في بوزيشن راسك لتحت لمده 10 دقائق، الموضوع متعب بالنسبه للبيشنت. تمام. طيب هل لازم انا اعمل نفس السيجمنت لو انا هعمل بوستر درينج الصبح وبالليل؟ لازم اعمل لنفس السيجمنت؟ لا، ممكن اعمل سيجمنت الصبح مختلف عن السيجمنت بتاعت الليل، بس لو انا عندي في سيجمنت معينه الافكشن فيها عالي بيفضل ان انا ابتدي بيها الصبح. طيب بعد ما خلاص حطيت البيشنت في البوزيشن ومنتين البوزيشن من 5 ل 10 مينت وخلصت السيشن بتاعتي، بعمل ايه؟ بخلي البيشنت سيت اب سلولي، يتحرك يقعد سلولي ويعمل لي ديب بريذنج ويعمل لي افكتيف كاف ويطلع لي السكريشنز اللي انا استخدمتها اللي انا طلعتها. طب ايه الحاجات اللي انا ممكن استخدمها دورنج البوزيشن تحسن لي خروج السكريشن؟ ممكن استخدم مانوال تكنيك زي البركاشن، الفايبريشن او البريزنج اكسرسايز، ده هتحسن لي خروج السكريشن للسنترال ايرواي واطلعها بالكف. طب ايه هي الاكويبمنت اللي انا ممكن استخدمها مع البوسترال درينج؟ في عندي حاجه اسمها سبيوتم كاب، ده بتبقى ميشربل وترانسبيرنت والبيشنت بيعمل لي اكسبكتوريشن فيه، ولي كفر، ده بيبقى زي اسسمنت ليا بعرف البيشنت اتحسن ولا لا عن طريق كميه السبيوتم، عن طريق الفيسكوستي بتاعت السبيوتم. انا بعمل لها بشوف البروجريشن بتاع الديزيز او البروجريشن بتاع السيشن بتاعتي، هل هي مفيده للبيشنت ولا لا. تاني حاجه بستخدم تيستنج تيبل وبيلوز. التيستنج تيبل دي انا بستخدمها عشان خاطر اعرف احرك البوزيشن بتاع البيشنت، اعرف ارفع الهيد بتاعت البلينث، اعرف انزل الفوت بتاعت البلينث او ارفعها على حسب ما انا عايزه. البيلوز بستخدمها عشان اعمل سبورتنج للبوزيشن بتاعي. دي صوره بتوضح شكل التيستنج تيبل، زي ما قلنا انا بعرف اتحكم في الهيد والفوت بتاعت البلينث، ودي صوره بتوضح الترانسبيرنت سبيتم كاب، وزي ما قلنا ان هو مجرب ولا هو مترقم وليه كفر. طيب بعمل اسسمنت ازاي؟ يعني انا بحدد السيجمنت ازاي؟ زي ما قلنا انا بعمل ايفالويشن للبيشنت، بعمل له اسكالتيشن وبعمل له بركشن وباكد السيجمنت اللي انا وصلت له بالاكس راي. ودي صورة بتوضح البوزيشن الديفرنت سيجمنت اوف اللونج سواء الليفت لونج او رايت لونج، ودو هتاخدوها بالتفصيل في السكشن كل بوزيشن بيخص انهي سيجمنت. ولو خدنا بالنا على الشيست بتاع البيشنت هلاقي نقط اورنج او في نقط بني كده، دي الاماكن اللي هعمل عليها البركشن او الفايبريشن ديورنج البوزيشن. صورة اوضح، ولو خدنا بالنا على كل شيست في نقطة حمراء، دي المكان اللي انا بعمل عليه البركشن او الفايبريشن. طيب امتى اوقف البوسترال درينج؟ بوقفه لو البيشنت ده
قعد كلير او ان هو ما عندوش اي سيمتومز او ما عندوش كافينج او ديزنيا لمده من 24 ل 48 ساعه. كمان الاكس راي بتاعتي بقت نورمال لحد ما، البريثنج ساوند بقت نورمال او نيرلي نورمال، البيشنت بقى يعرف يعمل ديب بريثنج او يعرف يعمل افكتيف كاف كويس قوي، او ان هو يعرف يعمل البوتشر درينج كهوم بروجرام في البيت. في الحاله دي انا ممكن اعمل ديسكونتينوينج للبوتشر درينج بتاعي. طيب ايه هي المانوال تكنيك اللي انا بستخدمها مع البوتشر درينج؟ زي ما انا قلت من شويه اللي انا ممكن استخدم البركشن والفايبريشن والشاكينج، وانا بستخدمهم عشان افاسيليتيت الموفمنت بتاعت السكريشن من اللارج ايرواي او من الديستال ايرواي للسنترال ايرواي، بحيث ان انا اعرف اطلعها بالكافينج. تمام. طيب اول حاجه هتكلم عنها هو البركشن او الشست بركشن. الشست بركشن هنا مختلف عن الدياجنوستيك بركشن اللي انتوا خدتوه في الشيت. هنا ده ثيرابيوتيك بركشن، انا بستخدم ايدي بتبقى الكاب هاند، كاني بالظبط مثلا ماسكه شويه ميه في ايدي، بيبقى في عندي ادكشن في الفينجرز والثمب. تمام. انا بستخدمه ليه؟ فاكرين ازازه الكاتشب والتخبيط اللي عليها؟ هو البركشن ده، انا بحط البيشنت في البوزيشن وبعمل البركشن، التخبيط بتاعي ده كانه بيعمل ديسلوجنج او بيعمل لودنج للسكريشن، فيبقى سهل انها تتحرك من الديستل للسنترال ايروي وتطلع بالكف. تمام. طب ليه بعمل ايدي على شكل كاب هاند؟ ليه مثلا ما خبطش بايدي وهي فلات هاند؟ لان الكابينج ده بيخلي الاير بيبقى عامل زي كشر ما بين الهاند والشيست وول، فبالتالي بيقلل لي البين او بيقلل الاريتيشن او بيقلل الديسكونفورت، فالبيشنت مش بيبقى حاسس باي وجع. تمام. الموفمنت بتاعت الايدي، الموفمنت بتاعت البركشن بتبقى جايه من الريست، وهتاخدوها الحركه بتاعتها ازاي في السكشن، يعني هاخد في السكشن ازاي هحرك ايدي وانا بعمل البركشن. تمام. دي صوره بتوضح شكل الكاب هاند، ودي صوره بتوضح شكل الثيرابيست وهو شغال على شيست وول. البركشن بيكون فيجروس وريزميكال، يعني بيكون التو هاند شغالين بايلاترال الريزم تو اتش اذر. تمام. وما بيبقاش فيه بين، ولو البيشنت حس ببين يبقى انا بشغله غلط، يا اما مخليه ايدي فلات. تمام. الكابنج بتاعي مش كويس، فبالتالي اكني بضرب البيشنت مش بعمل له بركشن. تمام. البركشن ممكن يكون مانيوال بايدينا او ميكانيكال بجهاز. خلاص. بعمل بركشن لمده قد ايه؟ بعمل بركشن several minutes during the postural range، وانا حاطاه في البوزيشن بفضل اعمل بركشن، او لحد ما البيشنت يقول لي انا عايز اعمل كافينج او انا عايز اطلع السكريشنز اللي انا حاسس انها موجوده دلوقتي. تمام. تاني حاجه الفايبريشن. الفايبريشن برضو مانوال تكنيك، بستخدمه مع البوسترال درينج والبركشن، بس بستخدمه ديورنج الاكسبيراتوري فيز، يعني والبيشنت بيعمل اكسبيريشن انا ببتدي اعمل فايبريشن على الشيست وول، وايدي بتبقى فلات وبحطها على الشيست وول. الموفمنت بتاعت الفايبريشن بتبقى جايه من تنسد اكستريميتي ابر اكستريميتي بتاعت الثيرابيست، يعني الثيرابيست بيبقى عامل ايزومتريك كونتراكشن في الابر اكستريميتي وبيعمل لي فايبريشن على الشيست وول، وبرده هناخد الشكل بتاعها في السكشن وهناخد بنعملها ازاي. الالبو بتاع الثيرابيست بيكون اكستنتد، ما بيبقاش فيه فليكشن عشان اعرف اعمل الايزومتريك كونتراكشن ده. الفايبريشن بتاعي بيكون هاي فريكوانسي وجنتل، وممكن احط هاند اوفر هاند، يعني احط ايديا الاثنين فوق بعض وانا شغاله، او انا احط التو هاند بيسايد تو ايتش اذر، احط الايدين جنب بعض. تمام. ده كده الفايبريشن. الصوره بتوضح الفايبريشن هاند اوفر هاند او التو هاند بيسايد تو ايتش اذر. زي ما قلنا، زي شايفين كده، الابر اكستريميتي بتكون فيها ايزومتريك كونتراكشن مع اكستندد البو. الشاكينج بيبقى زي الفايبريشن بس بيكون فيجروس عن الفايبريشن، والفريكوينسي بتاعه بتكون اقل، والحركه بتاعتي بتبقى زي باونسينج مانوفر او باونسينج موفمنت ويز وايد موفمنت. تمام. وبرده هناخد الفرق ما بينها وما بين الفايبريشن في السكشن ان شاء الله.
طيب خلاص انا حطيت البيشنت في البوزيشن وعملت له بيركاشن وفايبريشن وشاكينج وحركت السكريشن من الديستال للبروكسيمال، المفروض ان انا هخرجها بقى بالكف. طيب يعني هخرجها بالكف ازاي؟ المفروض البيشنت ده يكون بيعرف يعمل افكتيف كف. هو في حد ما بيعرفش يعمل كافينج؟ لا، في فرق ما بين اللي انا افضل اكح طول اليوم من غير اي فايده، يعني انا عندي سكريشن بس مش عارفه اطلعها بالكف، وفي فرق اللي انا بعرف اعمل افكتيف كف تطلع لي السكريشن اللي موجوده جوه الشست بتاعي. تمام. طيب هو يعني ايه اصلا يعني ايه الكف؟ الكف دي عباره عن sudden forced expulsion of air that may be voluntary or reflexive to eliminate respiratory obstruction and keep lung clear. تمام. الكف بامب بتبقى effective لحد 7 generation of the bronchial tree. تحت ال 7 جنريشن الكف ما بتبقاش شغاله، عشان كده انا بحاول اوصل السكريشن للسنترال ايروي بحيث ان انا اشغلها او اخرجها بالكف. تمام. ده عشان خاطر وجود السيليا. طيب ايه الميكانيزم اوف الكف؟ يعني انا لما باجي اعمل كافينج ايه اللي بيحصل؟ لو خدنا بالنا لما باجي اعمل كافينج باخد الاول ديب انسبيريشن، تمام، وبعدين بيحصل عندي الجلوتس بيحصل له كلوزنج، بعدين الابدومين المصل بيحصل فيها كونتراكشن. لما بيحصل عندي كونتراكشن في الابدومين المصل بزود الانترا ابدومينال بريشر فترفع لي الدايفرام، فزود الانترا ثراستيك بريشر فيفتح لي الجلوتس ويعمل لي ايه فورسد اكسبيريشن اللي هي الكف. خلاص. يبقى تاني لما باجي اعمل كافنج باخد ديب انسبيريشن وبعدين بقفل الجلوتس، وبعدين بيحصل لي كونتراكشن في الابدومينال ماسل فازود الانترا ابدومينال بريشر، فلما يزيد الانترا ابدومينال بريشر بيروح رافع لي الدايفرام، فلما الدايفرام يحصل له اليفيشن بيزود لي الانترا ثراستيك بريشر فيزق الجلوتس ويفتحه ويعمل لي ايه اكسبلوسيف اكسبيريشن اوف اير اللي هو الكف. تمام. طيب ايه هي الميثودز اللي انا ممكن استخدمها عشان افاسيليتيت الكف؟ اول حاجه السبلينتنج. السبلينتنج ده بستخدمه مع البيشنت اللي عندهم انسيجن، فبالتالي عندهم بين خايفين يعملوا كافينج خايفين يعملوا ديب بريثنج، فممكن يحصل لهم اكيميليشن للسكريشن، فانا بخلي البيشنت يحط بيلو على الجرح بتاعه ويعمل له سبلينتنج ليه او يسنده او يعمل بريشر عليه فيقلل البين وهو بيعمل لي كافينج او يعمل لي ديب بريذنج وهو مطمن وما يبقاش فيه بين. تمام. تاني حاجه التراكيال تريكل، ده بستخدمه مع الانكونشس بيشنت والتشيلدرن عشان استيميليت الريفلكسيف كاف. ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن سيركولار موفمنت مع بريشر في السوبراستورنال نوتش، بعمل سيركولار موفمنت وبريشر على التراكيا، بفضل اعملها لحد ما البيشنت يعمل لي كافينج. تمام. في عندي حاجه اسمها نيورو ماسكولار فاسيليتيشن، ده بستخدم فيه ايس ابلكيشن بس بيكون انترابتد، بستخدمه بارا سترنم قصدي بارا سباينال على الثوراسيك سباين عشان اعمل ستيميليشن للافرنت نيرف بتاع الكف. بعمل ايس ابلكيشن 3 ثواني واشيل 3 ثواني واشيل 3 ثواني واشيل لحد ما يعمل لي الكف، ده بيبقى برده ستيميليشن للريفلكسيف كف. ممكن اوصل اللي انا افضل اعمل ابلكيشن لمده 30 مينت بس بتبقى انترابتد. دي صوره بتوضح لي السبلينتنج وانا بعمل الكافينج. رابع حاجه ممكن استخدمها عشان فاسيليتيت الكف السكشن، الاندوتراكيال سكشن، انا بستخدمه عشان اكلير الاير واي خاصه التراكيا والمينستيم برونكاي في البيشنت اللي مش عارف يعمل فولنتري كاف او ريفلكسيف كاف. بس مع الوقت حركه التيوب جوه التروكيا او المينستيم بتعمل ستيميوليشن للكاف والبيشنت بيعرف يعمل لي كافنج بعدها. اخر حاجه ممكن اعمل فاسيليتيشن للكاف عن طريق الهيموديفيكيشن، اللي انا بدي البيشنت فلويد انتيك حتى بالاي بالانترافينس على اساس ان هي تقلل الفيسكوستي بتاعت الفيكسكريشن واعرف احركها وازود الموبلايزيشن بتاعت الفيكسكريشن دي، وبالتالي هسهل خروجها من الديستال للسنترال ايروي واخرجها بالكف. طيب هو ايه الديفرنس بين الهاف اند كف تكنيك؟ الكف ممكن تبقى فولنتري وريفلكسيف،
ممكن تكون productive و non productive، يعني ممكن اطلع sputum او ممكن تكون dry ما فيهاش sputum. الكاف ما بتعملش stimulation للهف. الكاف ال deep inspiration بتاعها بيكون مع closed glottis. ال increasing في ال intra abdominal وال intra thoracic pressure بيكون عالي، فبالتالي بيديني forced expiration والباور بتاعها عالي. اما الهف بتكون voluntary، ما بتكونش productive non productive، وبتستيميوليت الكف، والديبث بتاعها بيكون اكتر من الكف. يعني احنا قلنا ان الكف شغاله من اول ال 7 generation تمام، لكن الهاف بتبقى شغاله تحت ال 7 generation، عشان كده انا بستخدمها قبل الكف على اساس ان هي تطلع لي السكريشن من تحت ال 7 generation وتوصلها لي لل 7 generation، بحيث ان الكف تعرف تشتغل تمام. بالنسبه للديب انسبيريشن بتاع الهاف بيكون مع اوبن جلوتس. البريشر اللي سواء الانترا ابدومينال او الانترا ثوراسيك بريشر بيكون الباور بتاعته اقل من الكف، بالتالي الاكسبيريشن بتاعتي بتكون الباور بتاعته اقل. هناخد في السكشن العملي ان شاء الله بتاع الكف والهاف ازاي هعملهم، وازاي هحط البيشنت في بروبر بوزيشن عشان يعمل لي افكت الكف ويخرج لي سكريشن، وازاي اعلم البيشنت يعمل لي هافنج تكنيك قبل ما بيعمل الكف. كده خلصنا البوسترال درينج وعرفنا الانديكيشن والكونترا انديكيشن بتاعته، وعرفنا الموديفايد بوسترال درينج، وعرفنا كمان ازاي هعمل بريبريشن للبيشنت وامتى اوقف البوسترال درينج، وعرفت ايه هي المانوال تكنيكس اللي انا ممكن استخدمها معاه، وعرفنا الفرق ما بين الهاف والكف، وعرفنا الميكانيزم اوف الكف. هنتكلم دلوقتي على الاستريتشنج اكسرسايز. الاستريتشنج عباره عن ايه؟ عباره عن ثيرابيوتيك موداليتي ديزاين تو الونجيت باثولوجيكال شورت اند سوفت تيشو اند از ا ريزلت تو انكريز رينج اوف موشن تمام. يبقى انا عباره عن ثيرابيوتيك موداليتيز بستخدمها عشان اعمل الونجيشن شورت اند سوفت تيشو عشان ازود الرينج اوف موشن. عندي تو مين تايب اوف الاسترتشنج، في عندي اكتف استرتشنج وفي عندي باسيف استرتشنج. بالنسبه للاكتف استرتشنج انا بستخدم من اسمه اكتف، يعني انا بستخدم ماسل كونتراكشن خلاص. يبقى انا بستخدم الكونتراكشن اوف الاجونست ماسل عشان اعمل استرتشنج للانتاجونست ماسل تمام. يبقى بعمل كونتراكشن للاجونست ماسل عشان اعمل استرتشنج للانتاجونست ماسل تمام. بالنسبه للباسيف ستريتشنج انا ما بستخدمش اي ماسكولار كونتراكشن، انا بستخدم اكسترنال فورس ابلايد على الجوينت عشان احركه ومنتينه في البوزيشن من غير اي ماسكولار كونتراكشن. ده بالنسبه للباسيف ستريتشنج. طيب ايه هي الام بتاعه الستريتشنج؟ عشان اعمل لينسنج للشورت اند سوفت تيشو، عشان اعمل انهانس للجوينت موبيليتي، عشان اعمل بريك داون للادهيجن، عشان امبروف الفانكشنال ابيليتيز. طيب ايه هي الستريتشنج بوزيشن او الستريتشنج اكسرسايز اللي انتوا هتاخدوها في السكشن؟ هعمل ستريتشنج اكسرسايز للديفرنت اكسسوري ماسل تمام، اللي خاصه بالريسبيراتوري سيستم. وتاني حاجه هعمل ستريتشنج للبلوره عن طريق ديفرنت بوزيشن اللي هما الفلانكس بوزيشن والرينج بوزيشن والهيب فليكسور ستريتشنج بوزيشن. الثري بوزيشنز دول هناخدهم بالجرادويشن والبروجريشن بتوعهم في السكشن ان شاء الله. دي بعض من الصور اللي بتوضح لي مش كل البروجريشن، يعني البيشنت ده اللي لابس بلاك ده اسمه بنانا بوزيشن تمام. ده بيبقى اللاست بروجريشن اوف الايه اوف الفلانكس بوزيشن او الفلانكس ستريتشنج بوزيشن تمام. والبنوتة دي النيز بتوعها ناحيتنا، دي برضو graduation من الرينج position. والستيروبست ده بيعمل توماس position عشان يعمل لي stretching للهيب فليكسور خلاص. دي بعض الصور للستريتشنج position اللي هتاخدوها في السكشن بالتفصيل بإذن الله. وكده محاضرتنا تكون خدنا فيها البوستشرال درينج وخدنا فيها الاستريتشنج اكسرسايز، وكده احنا كده خلصنا الميثود اوف تشيست بي تي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.